بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى، أي لا يأتي مملوكته ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقداً معيناً أو زيادةً في مهرها، صح. يقول المؤلف: صح هذه الشروط، فإن خالفه الزوج فلها الفسخ. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله إذا شرطت طلاق ضرتها، يعني إذا قالت إن أردتني طلق زوجتك، أي فهو صحيح، هذا قول في مذهبنا. والقول الآخر: الشرط باطل، لا يجوز لها أن تشرط طلاق ضرتها، لا يجوز لها ذلك. وصححه في المغني والشرح وفي التنقيح، وهو أظهر، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وبه قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. وقول أكثر العلماء يعني لا يجوز لها أن تشرط أن يطلق زوجته، لا يجوز لها ذلك. قلت: وهو الحق، والحق أحق أن يتبع، لما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، لا يجوز لها أن تقول إن أردتني طلق زوجتك، لا يجوز لها ذلك. قوله: أو أن لا يتسرى، يعني شرطت أن لا يأتي مملوكته، هذا المذهب صحة هذه الشروط الستة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: الشرط ليس بصحيح. دليلنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، يعني إذا وافق الحق وأصرح منه في الدلالة. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني الشرط الذي يكون عند العقد، رواه الجماعة، إذا كان مما يوافق الحق. ولأنه قول أربعة من الصحابة رضي الله عنهم: عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قوله: فإن خالفه، أي الزوج خالف الشرط، فلها الفسخ، للأدلة السابقة، ولما روى الأثرم رحمه الله أن رجلاً تزوج امرأةً وشرط لها دارها، يعني أن لا تخرج من دارها، ثم أراد نقلها إلى دار أخرى فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال لها شرطها، ما زال شرطت عند العقد أن لا يخرجها من دارها فلها الشرط. فقال الرجل:
إذن يطلقننا أي النساء. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، ما زال شرطت وأنت قبلت عند العقد فلا بد من الوفاء بذلك الشرط. قال فائدة، قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: وإذا أراد أن يتزوج عليها أي أخرى أو يتسرى أن يأتي مملوكته وقد شرط لها عدم ذلك، فقد يفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع. وقال: وما أظنهم قصدوا ذلك، وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة. انتهى. قلت: وما ذكره الشيخ وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وإذا زوج وليته على أن يزوجه وليته ففعلا ولا مهر، بطل النكاح. هذا نكاح الشغار، هذا هو نكاح الشغار، يعني زوجني بنتك وزوجك بنتي بدون مهر، هذا حرام ولا يجوز. هذا هو نكاح الشغار وببطلانه. قال مالك والشافعي رحمهم الله: دليل ذلك ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، رواه السبعة، وروى مسلم رحمه الله عنه مرفوعًا قال: لا شغار في الإسلام. لا يجوز أن يقول زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي بدون مهر، هذا لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، يعني بدون مهر، فهذا شغار وحرام ولا يجوز، رواه مسلم رحمه الله. فإن سمي لهما مهر صح، إذا ذكر مهرا صح. فرع: اختلف في العلة التي من أجلها نهي عن نكاح الشغار، وفي ذلك للعلماء رحمهم الله أقوال، ومن أحسنها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نظرية العقد، وهو أن الولي ولي المرأة يجب أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، ينظر لها نظر مصلحة، ما فيها الذي فيه مصلحتها لا نظر شهوة لنفسه، فليست هي بمنزلة أمته أي مملوكته وبهيمته التي يعاوض بها على ما يريد، بل عليه أن ينظر الولي في مصلحتها، مصلحة المرأة كسائر الأولياء، فلا يجوز أن يقول زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي بدون صداق، هذا شغار وهذا ظلم. قوله: فإن سمي لهما مهر صح، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليس بينهما صداق. أما إذا كان لها مهر فيصح، كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو اختيار الشيخ، إذا كان هناك صداق صح، كل واحدة لها صداق. تنبيه: قال في الإقناع وشرحه: إن كان المسمى لكل واحدة منهما مستقلاً غير قليل، يعني صداق طيب ليس قليل، غير قليل
حيلة لا يكون حيلة، سواء كان مهر المثل أو أقل، فإن كان قليلا حيلة لم يصح، وظاهره إن كان كثيرا صح ولو حيلة. وعبارة المنتهى تبعا للتنقيح تقتضي فساده. إذا كان هناك صداق صحيح ليس حيلة صح، وأما إذا كان حيلة فلا يصح. قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط. هذا هو المسمى بنكاح المحلل، وحكمه التحريم، وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، الذي تزوج المرأة لتحل لزوجها الذي طلقها ثلاثة حيلة، فهذا ملعون. إذا تزوجها لتحل للأول ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. إنما تتزوج زواجاً شرعياً بقصد العشرة، ثم إذا قدر الله وطلقها ترجع للأول، يتزوجها الأول. وأما إذا كان حيلة فهذا حرام ولا تحل. هذا هو المسمى بنكاح المحلل، وحكمه التحريم، وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري رحمهم الله. وروى ابن ماجه والحاكم رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فشبه النبي هذا الرجل الذي تزوجها ليحللها بالتيس، ذكروا الغنم، وهذا حرام، لا يجوز أن يتزوجها ليحللها للأول. ولكن وليس هذا الحديث بالقوي، ولكن قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وحسنه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أو نواه، ولو نوى بقلبه إذا حللها، إذا حللها اتركها، ولو نوى ذلك فهو ملعون، لا يجوز أن يتزوجها إلا بنية العشرة المستمرة. قوله: أو نواه، أي نوى أن يطلقها إذا حللها بلا شرط. هذا المذهب وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قول عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وقتادة وبكر المزني والليث ومالك والثوري وإسحاق رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: العقد صحيح والأصح عن الشافعي يصح مع الكراهة. على كل، لا يجوز أن يتزوجها بنية التحليل وهو ملعون. أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر. إذا قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء عند أو جاء أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل، هذا باطل لا يجوز.
وعليه يصح تعيق النكاح على شرط المستقبل وهو اختيار الشيخ. قوله أو وقته بمدة بطل الكل، أي بطل ذلك، هذا نكاح المتعة، وقته بمدة أسبوع أو شهر هذا نكاح المتعة ولا يجوز، هذا نكاح المتعة وفعله حرام وحكمه باطل وفاقا للثلاثة. ومن الأدلة على ذلك حديث سبرة الجهني رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، أي نسخ ذلك، فنكاح المتعة حرام لا يجوز. رواه مسلم. وروى مسلم رحمه الله أيضا من حديث سبرة رضي الله عنه وفيه وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقد نقل غير واحد إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والقول بحل ذلك من بدع الرافضة، أما الروافض فهم يبيحون نكاح المتعة وهذا حرام لا يجوز. وقد حقق ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء رحمهم الله أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبر بتوسع الناس فيها رجع عما كان يفتي به من جواز المتعة. يوضحه أن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لقد أكثر الناس في المتعة حتى قال فيها الشاعر أقول وقد طال السواء بنا معا يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس. فقام خطيبا، قام ابن عباس رضي الله عنهما خطيبا فقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير، يعني نكاح المتعة حرام كتحريم الميتة وكتحريم الدم وكتحريم لحم الخنزير، نكاح المتعة حرام. فائدة، قال في الإنصاف لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح، على الصحيح من المذهب نص عليه، يعني لا يجوز نكاح المتعة ولو ولا نية ذلك. وعليه الأصحاب، قال في الفروع وقطع الشيخ ابن تيمية رحمه الله فيها بصحته مع النية ونصه، والأصحاب على خلافه، لا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح لمدة معينة، هذا لا يجوز، فالنكاح الشرعي لأجل العشرة الدائمة. وقيل يصح وجزم به في المغني والشرح كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها، لا يجوز هذا، لا ينوي هذه النية. قوله أو شرط فيه خيارا، يعني تزوج ولكن قال شرط خيار أنا مخير، هذا أيضا لا يجوز، فالنكاح عقد للعشرة ليس فيه خيار. كقوله زوجتك بشرط الخيار أبدا أو مدة ولو مجهولة، فلا يصح، لا يصح هذا النكاح بشرط الخيار، النكاح لأجل العشرة ليس فيه خيار. وقال ابن رشد هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وإن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خيارا صح الشرط والعقد. على كل النكاح لأجل العشرة ليس فيه خيار. وصحح ابن القيم رحمه الله صحة النكاح الموقوف على الإجازة، واستدل بقصة الجارية التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها
النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا تزوج بغير رضاها، إن كانت ثيب لا بد أن تتكلم، وإن كانت بكر سكوتها رضا، وأما بغير رضا لا يجوز إنكاح الولية. قال: بطل الشرط وصح النكاح. فإن شرطها مسلمة، شرط أن تكون المرأة مسلمة، فبانت كتابية، ظهر أنها كتابية أي يهودية أو نصرانية، أو شرطها بكرا أن تكون المرأة بكر، أو جميلة أو نسيبة أو نفى أو نفى عيب لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه فله الفسخ، إذا خالف الشرط فله الفسخ. هذا المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. لكن على المذهب لا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وإن عتقت تحت حرة فلا خيار لها، أما مملوكة زوجها حر فأعتقت، فإذا كان زوجها حر وأعتقت ليس لها خيار، لأن زوجها حر فلا خيار لها، بل تحت عبد. أما إذا كان زوجها عبد وأعتقت فلها الخيار قبل أن يتصل بها بعد العتق. قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وسليمان بن يسار والجماهير من السلف والخلف لحصول المكافأة في الكمال، فلم يثبت لها خيار. زوجها حر وهي عتقت صارت حرة، تساوت في الحرية فلا خيار لها. أما إذا كان زوجها عبد فأعتقد لها الخيار. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإن عتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار، إذا كان زوجها عبد ثم هي عتقت صار لها الخيار قبل أن تمكنه من نفسها. وكذلك تحت حر، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما تحت الحر لا خيار لها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: وإن كان زوج بريرة عبدا لملكها رقبتها وبضعها، انتهى. حر بريرة أما مملوكة، وزوجها عبد، اشترتها عائشة أم المؤمنين واعتقتها، فلما عتقت خير النبي زوجها، فقالت أنها لا تريده، ما زال هو عبد ما تريده، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صارت حرة وهو عبد. وإذا عتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقا. ومذهب أبي حنيفة: وإن كان زوج بريرة عبدا لملكها رقبتها وبضعها، انتهى. قوله: بل تحت عبد، يعني إذا كان الأمة عتقت وزوجها عبد فلها الخيار لأنها صارت حرة وزوجها عبد، وفاقا للثلاثة. بل نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن المنذر رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا
لم يخيرها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. تنبيهان: الأول، خيار المعتقى تحت عبد على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل أنها راضية. الثاني، قول الشارح ولو جاهلة، يعني جاهلة بالحكم، ينطبق على ما إذا جهلت عتقها أو جهلت أنها تملك، أنها تملك الفسخ، فإذا مكنته من نفسها والحالة هذه بطل خيارها، بدليل ما رواه أبو داود رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك، إن جامعك بعدما عتقتي فلا خيار لك، لأنك رضيت راضية به، وقبل أن يجامعك لك الخيار. وعن أحمد رحمه الله أن خيارها لا يسقط إذا مكنته من نفسها جاهلة، إذا كانت تجهل الحكم والقول قولها مع مين مع يمينها، واختاره كثير من الأصحاب، والنفس تميل إلى هذا القول. وبعد مراجعة المقنع والتنقيح رأيت صاحب المقنع مشى على هذا القول، وصاحب التنقيح قال وهو أظهر. ونقل في الإنصاف عن الرعاية اسم كتاب لها الفسخ في الأصح. فائدة: الشروط في النكاح قسمان، الشروط في النكاح قسمان، أحدهما صحيح وهو نوعان، أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة وتسليمها المهر وتمكينها من الاستمتاع بها، فوجود هذا الشرط كعدمه، يعني هذا شرط ما يقتضيه النكاح. والثاني شرط ما تنتفع به المرأة، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: إذا شرطت طلاق ضرتها. وعرفنا أن هذا لا يجوز. القسم الثاني فاسد وهو نوعان، أحدهما ما يبطل النكاح من أصله وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار هذا باطل، نكاح المحلل باطل، نكاح المتعة باطل، تعليق النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله أيضا باطل. وإليه أشار المصنف بقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر هذا باطل، أو رضيت أمها هذا باطل، لأنه عقد معارضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل، على شرط مستقبل. أما تعليقه على شرط ماض كقوله: زوجتك فلانا إن كانت بنتي، أو شرط حاضر كقوله: زوجتك إن شئت، فيجوز على الصحيح من المذهب. النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح، وإليه الإشارة بقوله: وإن شرط أن لا مهر لها فهذا الشرط لها مهر المهل. قوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، تزوجت امرأة ووجدت زوجها مقطوع الذكر، إلى قوله نعم، ومن وجدت زوجها مجبوبا أي ذكره مقطوع، أو بقي له ما لا يطأ به، فلها الفسخ، لها فسخ النكاح. وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، لأنه روى ثبوت الخيار لكل من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة، عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. وإن ثبتت عنته بإقراره
العنين الذي لا يقوم ذكره، إذا كان الرجل لا يقوم ذكره سمى عنين، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة، يعني تصبر عليه سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها في السنة وإلا فلها الفصل، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. قال الدليل على أنه ثبت التفريق بالعنة من عمر، عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة رضي الله عنهم أجلوه سنة، يعني تصبر المرأة سنة، وعثمان لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن تعذر الجماع فإن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، تصبر حتى تزول الحرارة، يمكن يزول العنة، أو برودة أو به برودة فيزول في الصيف، أو يبوس فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، يصبر تصبر سنة حتى تمضي هذه الأوقات الحرارة والبرودة واليبوسة، فإذا تمت سنة ولم يزول العنة، فإذا مضت الفصول فلم يزل علم أنه خلقة، فعند ذلك يفسخ النكاح. فإذا قال شارح المفردات فإن ادعى وطأها فالقول قوله، جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزدي وغيره، واختاره القاضي في كتاب الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وعنه رواية أخرى القول قولها وهو المذهب، قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم، وقطع به أي جزم به في التنقيح والمنتهى والإقناع لأن الأصل عدم الإصابة، انتهى. وإن اعترفت أنه وطئها سقط خيارها. قول الأئمة الثلاثة كما هنا قوله نعم. فصل: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول، يعني بوله مستمر، ونجو أي الغائط، وقروح سيالة في الفرج، وباسور وناسور وخصي، يعني سلت خصيته، وسل مرض السل عفانا الله والمسلمين، ووجاء يعني قد ردت خصيته فشهوته ضعيفة، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام، هذه العيوب يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه زلالة على مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. قال: والقرن لما روى سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن، يعني المرأة فيها قرن فزوجها بالخيار. والقرن العفلة، وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر، يعني في فرجها لحمة ما يقدر الذكر يدخل، فهذا عيب وقد يكون عظماً.
فله الخيار. قوله وباسور وناسور، الباسور يكون ناتئا يعني بارزا كالحمصة والنواة ويخرج منه الدم غالبا، والناسور قروح في المقعدة يسيل منها صديد. فإذا كان فيه هذه العيوب فلها الخيار. قوله وجنون وبرص وجذام، هذه العيوب لها الفصح لعموم حديث زيد بن كعب أو كعب بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها أي بجنبها بياضا أي مرض البرص، فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا يعني ما رضيها ففسخ النكاح لما رأى أنها فيها برص. رواه أحمد رحمه الله. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإنه يعتضد بما رواه مالك في الموطأ والدارقطني رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة غر بها أي خدع بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها. وصداق الرجل على من غره، والرجل يطلب المهر ممن خدعه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات. وفي لفظ للدارقطني رحمه الله قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له الصداق على وليها يأخذ من وليها لأنه خدعه. والرتق بفتحتين، والقرن كذلك، والوجاء بكسر الواو، والمد رد الخصيتين أن يكون خصيتاه ردت فضعف شهوته. وقال في المطلع هو رد عرق البيضتين، الوجاء رد عرق البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بخصاء. دليل ذلك ما روى أبو عبيدة رحمه الله بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي يعني سلت خصيته، فقال له عمر رضي الله عنه أعلمتها أخبرتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها إن رضيت وإلا فالفسخ. والرتق هو انسداد مدخل الذكر من فرج المرأة، والفتق هو انحراف ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. قوله وجذام هو علة أي مرض يحمر منها العضو ثم يتقطع ويتناثر، نسأل الله العافية. تنبيه قوله ولو حدث بعد العقد، هذا أحد وجهين. والوجه الثاني لا فسخ على المقدم في المذهب، لا يرجع بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر يعني إذا وقع بعد العقد. والوجه الأول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، واختلف العلماء رحمهم الله فيما يفسخ به النكاح من العيوب، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا فسخ إلا بالجب أي الذكر إذا كان مقطوع الذكر، والعنة إذا كان الذكر لا يقوم. وعند مالك والشافعي رحمهم الله يفسخ بالجذام والبرص والجنون وداء الفرج الذي يمنع الوطن، إما قرن أو رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء. وقال في المغني العيوب المجوزة للفسخ وهي فيما ذكر الخراقي رحمه الله ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص سواء الرجل أو المرأة، واثنان تخصان الرجل وهما الجب قطع الذكر والعنة،
وثلاثة تختص بالمرأة، وهي الفتق والقرن والعفل، الأشياء التي تمنع دخول الذكر. تنبيهان: على المذهب لا خيار ولا فسخ في عور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل إلا أن يشترط الزوج نفي ذلك. قلت: الأقرب للصواب ثبوت الخيار في مثل هذه العيوب. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار أي على من خدعه إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بعيب بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. قال: لو بان أحد الزوجين عقيماً يعني لا يولد له، فالصحيح من المذهب لا خيار، لأن هذا بيد الله عز وجل. فالصحيح من المذهب لا خيار ولا فسخ، حتى قال في المغني: يعني بغير خلاف نعلمه إلا عن الحسن. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. وقال أيضاً: ولو بان الزوج عقيماً أي لا يولد له، فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأنه لها حق في الولد. ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. إذا جامع الرجل زوجته الحرة لا يجوز أن يخرج المني خارج الفرج إلا بإذنها. وعن الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضيه، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع. وما ألزم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط، ولا مغمونا بما غر وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. قوله: ويرجع به على الغار إن وجد. إن خدع المهر لها إن دخل بها، ويطالب الذي خدعه يطالب بأن يدفع المهر. وهذا هو المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فإنه قال: ويرجع الزوج المغرور أي الذي خدع بالصداق على من غره من المرأة أو المولي في أصح قولي العلماء، أو الولي في أصح قولي العلماء رحمهم الله، انتهى. وعن أحمد رحمه الله: لا يرجع به. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره أبو بكر من أصحابنا رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمه الله: ذكر أشياء، صفحة 69. صفحة 69: ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. يحرم على كل مسلم عاقل تناول مفطر من غير عذر. يحرم على المسلم أن يفطر ويتناول شيئا من المفطرات. يحرم
على كل مسلم عاقل تناول مفطر من غير عذر إلا إذا كان مريضاً فيقضي أو مسافراً فيقضي، أما بغير عذر فلا يجوز أن يتناول المفطر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. نعود، فيوم رمضان يوم غالي جداً، من أفطر يوماً من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. نسأل الله السلام. اللهم أتم علينا صيام رمضان بالعفو والعافية والقبول. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي وهو ما فوق المرفق، فأتيا بي جبلاً وعراً أي صعباً، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سرات الجبل في أعلى الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار أي صياح أهل النار، اللهم أجرنا من النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العرقوب مؤخر القدم، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، الشدق هو طرف الفم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين لا يصومون، نعوذ بالله. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما رحمهم الله. فيوم رمضان ثمين، فمن أفطر يوما لم يجزه صوم الدهر وإن صامه. اللهم تقبل منا وأعنا وأدم علينا نعمتك يا ذا الجلال والإكرام، والمسلمين والمسلمات. ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر الثاني لا يحل الأكل والشرب لمن أراد الصيام، فمن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً لصومه أبطله أي بطل الصوم، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر. حكم ما إذا أكل أو شرب ناسياً، ولا يفطر من أكل أو شرب ناسياً، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن إذا رأينا من يأكل أو يشرب في رمضان نذكره، هو ناسي لا إثم عليه، ولكن يجب على من رآه أن يذكره. وروى الحاكم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فسد صومه وعليه قضاء. الذي استقاء يعني أدخل يده وطلب القيء فهذا عليه القضاء، وأما من غلبه القيء لا قضاء عليه. من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء يعني طلب القيء فسد صومه وعليه قضاء، ومن ذرعه القيء أي غلبه فلا شيء عليه، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني حرك بيده فعليه القضاء.
ومما يفطر الحجامة، وهو إخراج الدم من الجسد، لما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، كلاهما أفطر. فالحجامة تكون بالليل، أما بالنهار يفطر. أفطر الحاجم والمحجوم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي يمص الدم، والمحجوم الذي أخذ منه الدم، كلاهما أفطر. فالحجامة تكون بالليل. ومما يحرم على الصائم ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان، لا يجوز أن يجامع زوجته في نهار رمضان، وعليه القضاء والكفارة. إذا جامع في نهار رمضان عليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، عليه أن يعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز الجماع في نهار رمضان، فإن وقع ذلك فعليه القضاء وعليه عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: اجلس. ومكث ساعة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، يعني الوعاء الكبير. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. ففيه معاونة من وجبت عليه الكفارة، ما وهو ما عنده فيعان حتى يكفر. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ أتصدق على أفقر منا؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. المدينة بين حرتين، وهي الأرض الملبسة بالحجارة السوداء. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. اختلف العلماء أنه سقطت عنه، وبعضهم قال: فهي باقية في ذمته، متى ما رزقه الله يكفر. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج إن ظن إنزالا. لا يجوز للصائم أن يلصق جسده بجسد امرأته، لا يجوز له ذلك إذا خاف نزول المني. فإن باشر فيما دون الفرج فأنزل منيا فسد صومه، لأنه إنزال عن مباشرة فأشبه الجماع، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. ومما يفطر الردة عن الإسلام، أعاذنا الله منها. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما يفطر إيصال الأغذية بالإبرة إلى الجوف من طعام أو شراب، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. وأما الحبوب الغذائية والدوائية
والمشتركة فيفطر من أكلها. صفحة 75. قال رحمه الله: فصل. بعض فوائد الصيام. بعض فوائد الصيام: عباد الله، إن لشهر رمضان شرفه الله فوائد عظيمة ومنافع جمة أي كثيرة وآثار حسنة، فهو الصيام يضبط النفس ويطفئ شهوتها، فإنها النفس إذا شبعت تمردت في الغالب وسعت في شهواتها، وإذا جاعت سكنت وخضعت وامتنعت عما تهوى. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء أي النفقة والصداق فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم يضعف الشهوة، والوجاء هو رد عروق الخصيتين، فإن ذلك يضعف الشهوة. وعلى الصائم وعلى الشاب أن يحذر النظر في الأفلام وفي المجلات الخليعة وفي الشاشات التي يرى فيها العاريات، يجب أن يتجنب ذلك، لأن ذلك يدعو إلى الفتنة والعياذ بالله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. ذلك أنه الصوم يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة، فكان الصوم وسيلة إلى كف النفس عن المعاصي، فسبحانه من إله حكيم عليم عز وجل. فالصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر عند الشدائد، لأنها إذا انقادت أي النفس للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي لا غنى لها عنه، طلبًا لمرضاة الله تعالى وخوفًا من أليم عقابه، فالأحرى بها أن تتمرن على الانتفاع على الامتناع من عن الحرام الذي هي غنية عنه وتبعد عنه كل البعد، فلا يغدر ولا يخون ولا يخلف وعدًا ولا يكذب ولا يرائي. فإذا وفقه الله لصوم صيامه، لصون أي لحفظ صيامه عن المفسدات والمنقصات، فالصوم لمن وفقه الله سبب في اتقاء المحارم وقوة العزيمة والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وإلى هذا أشار جل وعلا بقوله: لعلكم تتقون. فالصوم يدعو إلى شكر نعمة الله، وإذ هو كف النفس عن الطعام والشراب ومباشرة النساء، وكل هذا من جلائل نعم الله على خلقه. والامتناع عن هذه النعم من أول يوم من شهر رمضان إلى آخره يعرف الإنسان قدرها، إذ لا يعرف فضل النعمة إلا بعد فقدها، فيبعثه ذلك على القيام بشكرها، وشكر النعمة واجب على العباد. وإلى هذا أشار عز وجل بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا فالصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات، فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه. قيل ليوسف عليه السلام وكان كثير الجوع: لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقي الجسم من الفضائل الرديئة ورطوبات الأمعاء، ويشفي
كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى، وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدو قبل الصديق، فسبحانه من إله عليم حكيم عز وجل. ومن فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم، وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم ولما روى النسائي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، يعني وقاية بين العبد وبين المعاصي، فالصوم جنة من العذاب ومن الأخلاق السيئة. ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة، وترويضها على الطاعة، وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية. وحسبك في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة فم الصائم عند الله أطيب من المسك. يقول الله عز وجل: يذر أن يترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. اللهم تقبل منا واغفر لنا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين. وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب، يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه دم المكلوم أي المجروح في سبيل الله، كرائحة المسك، وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته عليهم السلام، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.